السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يبدو أنه فما تصريحات بخصوص تغييرات في المشهد السياسي في تونس تتفكروا الناس الكل تصريحات رشد الغنوشي اللي قال البرلمان عائد وسيعود أحب من أحب وكره من كره منذ ذلك التصريح نلقاو اليوم فما تحركات عملية جديدة ودعوة هي خليني نقول إلى انعقاد المكتب المكتب البرلمان يعني مكتب مجلس نواب الشعب الم جمد أعمله حاليا المغلق آه ولكن مع ذلك راشد الغنوشي دعا مكتب مجلس النواب إلى الانعقاد وقتاش نهار الاثنين الجاي يوافق 28 مارس آه دونك إذا كان في دعوة رسمية من الغنوشي آه حسب ما نشر ماهر ماثيو على صفحته الرسمية على الفيسبوك قال إنه الغنوشي دعا مكتب المجلس للانعقاد نهار الاثنين الصباح 28 مارس باش ينظروا في جدول أعمال المجلس في الفترة القادمة حسب ما نشروا مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال ماهر المذيوب على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك نلقاو زده يعني بخلف هذايا الكل إلا أنه ماهر مذيوب يعني واصل في تصريحاته تعرفوا ماهر مذيب ماهوش في تونس في الفترة الحالية هو متواجد في قطر وكان شارك مؤخرا في جلسة برلمانية دولية في أمريكا وهذه الجلسة أثارت جدل كبير برشا وسمعناه زاد في في تصريحات يعني إعلامية قال إنه هو يشارك في هذه الجلسة بدعوة من يعني من راشد الغنوشي ويمثل في البرلمان التونسي إلى غير ذلك دونك خليني أقول لكم وإنه التدوينة اللي نشرها ماهر مذيوب على صفحته الرسمية في الفيسبوك قال إنه سيفته اللي قدم بها روحه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهوريه التونسيه المكلف بالاعلام والاتصال زاد نشر ماهر مذيوب بيان اخر لعدد من النواب طالبوا بعقد جلسه عامه برلمانيه والذهاب بالبلاد نحو انتخابات تشريعيه مش تشريعية كهو وإنما تشريعية ورئاسية مبكرة هذا البيان اللي نشره مذيوب يعني فيه جملة من من التوقيعات قلت 27 نائب تقريبا وخليني أقولكم لكم وانه اليوم عدد من النواب عاقدين العزم انهم يتحركوا انهم يعملوا جلسة اما عن بعد كما اللي ذلك في ذكرى ثامنة لانبعاث الدستور 2014 اليوم 27 هذوما دعاوا الى عقد جلسة برلمانية تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية اللي وضعها رئيسا للجمهورية قيس سعيد وفي هذا البيان جاء فيه وإنه يجب يعني تحمل المسؤولية التاريخية بالنسبة للنواب ووضع أسس لفتح حوار وطني وبطبيعة الحال يعني مع يتزامن هذا مع الدعوة متاع الغنوشي لإنعقاد المكتب مكتب المجلس نهار الاثنين والهدف هو عقد جلسة عامة لوضع حد للإجراءات الاستثنائية بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولإنهاء الحالة الاستثنائية بالنسبة لرشد الغنوش يقول إنه المكتب باش يجتمع باش يعملوا جلسة معناها للنظر في الفترة القادمة وكيفاش باش ينجموا يعني ياخذوا إجراءات تتعلق بالوضع في تونس في الوقت الحالي تعرفوا انه قبل ديما فما مكتب مجلس يعني في الوضع العادي مكتب المجلس ينعقد يعني باش يحط جدول اعمال للجلسه هذيك وبعد بعد يتحدد موعد للجلسة العامة إلى غير ذلك نلقى اليوم البيان شنو يقول يقول بعد مرور ثمانية أشهر على إعلان الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021 يتأكد أكثر فأكثر الانحراف بكل أهدافها المعلن عنها يقول إن إطالة أمد تلك الإجراءات دون وضوح مسار الخروج منها والعودة إلى السير العادي لدواليب الدولة زاد في إغراق البلاد في الأزمة السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية ولقد أعلن رئيس الجمهورية أن الهدف من قرارات 25 جويلية القاضية بإقالة الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب هو الخروج من حالة التعثر والانسداد الذي باتت عليه الدولة وتمكين العدالة من الفصل في شبهات الفساد التي تروج حول بعض النواب والمسؤولين يقول البيان نحن مجموعه من النواب آه نرى اليوم انه لم يتحقق شيء مما اعلن عنه بل ادى ذلك الى استحواذ رئيس الجمهوريه على كافه السلطات بمقتضى المرسوم 117 الذي اصدره في 22 سبتمبر 2021 وقام بموجبه بتعليق فصول من الدستور وحل هيئات منتخبه والشروع في تغيير اسس النظام بصفه احاديه خارج اي اطار دستوري وق ودون تشريك أي طرف كما سخر كل وسائل وأجهزة الدولة للدعاية لمشروعه السياسي لفرضه على الجميع وسمح لنفسه بالتهجم في كل مناسبة بالداخل أو بالخارج على كل من معارضيه والكيل لهم باتهامات خطيرة دون إحالتهم على القضاء أو إثبات أي أدلة واضحة تدينهم إن اعتماد الغموض من طرف الرئيس رئيس الجمهورية والتعتيم على توجهاته وسياسه حكومته في معالجه الصعوبات الماليه والاقتصاديه التي تمر بها البلاد زاد من حده الازمه على جميع الاصعده ونحن النواب الممضين أسفله ومهما كانت اختلافاتنا حول لحظة 25 جويلية إذ نحتل الأغلبية الحاكمة بالأساس قبل 25 جويلية أو نحمل الأغلبية الحاكمة بالأساس قبل 25 جويلية مسؤولية تردي الأوضاع وفشل سياسات المرحلة السابقة وإقرارنا بأن مجلس نواب الشعب بطريقة عمل مكوناته لم يكن في مستوى تحديات المرحلة هذه أبرز النقاط اللي جات في هذا البيان طبعا الـ الـ النواب الموقعين والقائمة خليني نقول طارق لفتيتي مصطفى بن أحمد مبروك كورشيد وليد جلاد مجدي الكرباعي العيشي الزمال حسون الناصفي سفيان المخلوفي لسعد الحجلاوي معناها برشا برشا نواب عماد ولاد جبريل أنور بالشاهد حاتم المليكي سلمى معالج أمل الورتاني نجم الدين بن سالم طارق البراهمي خير الدين شيبوب زيد العذاري شكون آخر يا ربي دونك القائمة سيهم الشريقي برشا يعني أسماء هما سبعة وعشرين اسم خليني نقول والبيان يقولك يعني لازم حل للوضع الحالي معناها في البلاد.